السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مكملين مع بعض شرح الزي بيلدر، وزي ما قلنا ده منصة مقدمها انجينيرنج سيستم، وهو مهمته ان هو بيعمل انتجريشن بين اكتر من سيستم، بحيث ان ما يبقاش الشغل منفصل عن بعض، لا يبقى الكوست كنترول مرتبط بالسبلاي تشين، مرتبط بالام في ار، مرتبط بالبيلنج. طيب لو دخلنا للبيلنج هنلاقي ان في عندي كونتراكت معين وستاتس معين. طب لو انا عايز اضيف حاجه، يعني لما باجي هنا اقول له اد واقول له ضيف فاتوره، لازم اكون معلم على بيت معينه. لاحظ ان هو هنا الستاتس محدد لي حاجتين بس. طيب لو انا عايز اطور واضيف نوع معين، اجي هنا في سيتنج واجي الاقي هنا بيل تايب هم موجودين، اقدر اقول له انا عايز اضيف وتديها اسم معين، وليكن مثلا مثلا هوسبيتال مثلا، سيف، خلاص هتبدأ تظهر معايا. وهنا البيل ستاتس ان ابروفد ولا ستارت ولا اون جوينج، تقدر تقول له اد وتضيف اي حاجه جديده. وكذلك البيل اوف كوانتيتي، دي الحاجات الاساسيه، تقدر تضيف برضو من كاتيجوري وايتم كاتيجوري، تقدر تضيف من كاتيجوري تديها اي اسم انت عايزه، اي اسم مشروع مثلا الاكسور مثلا. وبعد كده تقدر تيجي هنا تقول له نيو ايتم كاتيجوري، بس لازم تكون محدد كاتيجوري اساسيه عشان تحط تحتيها، فتقول له نيو ايتم كاتيجوري وتبدا تضيف اي حاجه انت عايز تضيفها. الفكرة إن أنت بتضيف عناصر بحيث لما تيجي تعمل أي بيل تبقى موجودة معاك. وكذلك المارك أب والبارامتر مانجر تقدر تدخل جواهم وتضيف العناصر. أنت كده بتعمل إعدادات في السيتنج على أساس إن أنت تبقى عندك الحاجة الجاهزة، المخاطر والتأمين والضرايب والحاجات دي كلها، تقدر تضيف عناصر زي ما أنت عايز. والبارامتر مانجر تقدر تضيف اي بارامتر انت عايزه، وتديه سامبل انت عايزه والديفولت فاليو.